مساء الخير واهلا بحضراتكم كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. بنجدد الترحيب بيكم في تغطيه خاصه ومهمه جدا بتتعلق باللقاء الهام اللي كلنا مترقبين عشان نتابعه النهارده. ساعات او يعني اقل من ساعتين بتفصلنا عن المباراه المهمه جدا اللي بيواجه فيها النادي الاهلي فريق الدحيل القطري في الدوحه في المباراه الافتتاحيه لبطوله كاس العالم للانديه. طبعا كلنا بنتمنى كل التوفيق والفوز للنادي الأهلي، بس خليني أقول لكم إن كالعادة وأمام الأحداث المهمة بيكون كده عندنا شغف وفضول نعرف ونتوقع النتائج هتكون عاملة إزاي بعد المباراة. والحقيقة إنه ده متبع في كل مكان في العالم، أوقات كتير جدا بنشوف المباريات ونتائجها هتكون عاملة إزاي. بعض الدول بتستخدم حيوانات، بعض الأماكن بتعمل طرق مختلفة للتوقع بالنتائج. احنا اخترنا النهاردة ان احنا نتوقع النتائج عن طريق الأبراج، وهنعرف بتقول ايه وحظ اللعيبة اللي هيكونوا معانا النهاردة هيقولوا ايه. خلونا نعرف اكتر من خبيرة الأبراج الأستاذة أماني ويصا اللي هتقول لنا بالظبط وفقا لتواريخ ميلاد نجوم النادي الأهلي توقعات النهاردة. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. اهلا. يعني احنا طبعا متعودين وعارفين ان حظ النادي الاهلي يعني حظ كويس جدا من بداية تأسيسه في ابريل سنة 1907. خلينا نبدأ بموسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، ميلاده 26 يوليو سنة 64. قولي لنا بقى المدرب برج الاسد. برج الاسد النهاردة يعني هي حظه مش لابد هو يعني، لان القمر النهارده برج العقرب، وده بيبقى مواكب اكتر للابراج المائيه، يعني هيبقى الحظوظ اكتر اعلى للناس اللي ابراجها مائيه اللي هم العقرب السرطان الحوت. لكن وبدرجه تانية الابراج الترابيه اللي هي الجدج والثور والعذراء. لكن موسيماني مولود يوم 26 26 ده اصلا رقم مربوط ببرج الجدي، فده هي يعني يخفف شويه من الحظوظ السيئه بتاعه الاسد ويدعم اكتر حظوظه، لان هو في يعني عنده رقم منتمي لبرج الجدي. فنقدر نقول ان هو حظه مش سيء للغايه لكن مظبوط يعني. النهارده الناس اللي هتبقى مفاجاه لو لعبت يعني مروان محسن، يعني انا اتمنى ان هو يلعب لان حظوظه عاليه جدا جدا النهارده. مروان اعتقد هو برج الجدي وعنده حوت كمان، او برج الحوت وعنده جدي. مروان يعني مروان محسن 26 فبراير. هو كام؟ 26 فبراير مروان محسن. هو حوت بالظبط، و26 تاني اهو مربوط برج الجدي. فمروان النهارده هتبقى حظوظه عاليه جدا، يعني عنده فرص حلوه جدا جدا للتهديف. خلينا قبل ما نروح لباقي اللعيبه نمسك كده اسم احنا اتكلمنا عن موسيماني، قلنا ان حظه يعني مش سيء ولكن مش في افضل حالاته. طيب الشناوي كمان مهم جدا نتكلم عن الشناوي. هو 18 ديسمبر. الشناوي برضو زي موسيماني بالظبط، هو برج القوس والرقم ميلاده عقرب، فالعقرب هايل النهارده. القوس نص نص، مش وحش تماما لكن مش حلو قوي، فبرضو هيبقى موفق بالنسبه معقولة يعني. طيب خلينا برضو تسأل على مين تاني؟ أفشا مهم برضو 5 مارس برضو النهاردة، أفشا من الناس المرشحة للتألق. السلير هي لو لعب برضو هيبقى من الناس اللي هتأدي حلو جدا. طبعا عمرو السلية 2 إبريل. ايوه 2 ابريل، هو برج الحمل ورقم ميلاده سرطان، فالسرطان النهارده حظه من الناس اللي حظوظها هايله جدا جدا. والحمل برضو رغم انه برج ناري، بس النهارده الحمل بالذات في الابراج الناريه هو مخصوص النهارده يومه لطيف وحلو يعني وموفق. طيب برضو خلينا نتكلم عن كهربا، هو 13 ابريل. كهربا برضو برج الحمل ويوم ميلاده دلو، برضو هيبقى يوم موفق ليه برضو. بس اقل شويه من اكتر واحد بصراحه النهارده هيبقى حظوظه عاليه هو مروان محسن، يعني نمبر 1 يليه السوليه وبعدين الكهرباء. والشناوي زي ما قلت لك مش سيء، بس يعني مش شناوي وموسيماني يعني مش في افضل حالاته. موسيماني انا كمان بصيت على الفريق المنافس، هو الصراحه المدرب النهارده بتاعهم
حظه كويس يعني. هو برج العقرب، وبرج العقرب النهارده هو اكتر برج عنده حظوظ يعني. بص انا شايفه من الصوره العامه كده، لو الاهلي يركز كويس هيغلب، لو ما ركزوش بس هيتعادلوا، وده اسوأ على اسوأ الاحوال يعني. طيب برضو عشان ما نبقاش سيبنا حد ما تكلمناش عنه، وولتر بواليا 5 مايو طبعا انضم حديثا لنادي الاهلي، خلينا نتكلم عنه. ده مش يومه خالص النهارده، لان هو برج الثور، وبرج الثور حرام عندهم مربع مع يعني في مربع كده معكنن عليهم مشيتهم على طول. هو عنده اورانوس، واورانوس عامل زاويه سيئه مع الشمس، فهم مش افضل حالاتهم. طب وهيقصد امتى من المربع ده؟ هو عنده جوزاء، الجوزاء معقول بس برضه مش التوب يعني. ده هيستمر معاه لحد امتى الحاله دي؟ ده بس ده اليومين دول يعني، النهارده وبكره يعني، النهارده وبكره وبعد بكره على الصبحيه كده هيتغير الحال، لان القمر بيغير موقعه كل يومين ونص، كل يومين ونص كده. فاحنا النهارده القمر ده في العقرب، وهيستمر في العرب لغايه يوم السبت الفجر كده او صباحا يعني. وبالتالي لازم يعني كل الحظوظ دي اللي بنتكلم عنها النهارده هتتغير بعد يومين ونص، فلسه في يعني كلام تاني. هيدخل بقى العكس بقى، هيروح للقوس، هتلاقي كل الناس اللي ابراجها ناريه، القوس، الحمل، الاسد، هيبقوا في قمه الحظوظ بتاعتهم، ومعاهم كمان الابراج الهوائيه، الميزان والجوزاء والدلو. والدلو بالذات هيبقى يوم، هتبقى ايام رائعه بالنسبه له، لانه عنده الشمس، وهيبقى كمان مع القمر، فهيبقى يعني هيبقى منور قوي. طيب يعني خلينا برضو نتكلم بشكل عام، انت قلتي المدرب، الفريق، المنافس، فريق الدحيل القطري هيكون عنده حظوظ عاليه جدا، برج العقرب. طيب باقي لعيبه الفريق، انا بصيت على البوك بتاعهم النهارده، على فكره مش في افضل ايامه، اللي هو اسمه تقريبا مبارك، صح؟ لا اسمه مبارك، الجون بتاعهم اسمه محمد البكري. لو ركزوا قوي لعيبه الاهلي النهارده ممكن يعملوا له سيرك يعني، ان هو النهارده في يعني يوم مش لطيف بالنسبه له خالص يعني. المهاجمين بتوعهم اللي اتخاف منه اولونجا، شتين اولونجا، ومبارك، اسمه مبارك حاجه كده مش عارفه متذكر، هنرجع لاسمه. بس بشكل عام يعني، بشكل عام قول لنا مش عارفه اسمه التاني ايه، نسيته. في واحد كمان برضو ده يخلوا بالهم منه، هم دول الثلاثة اللي يعني لازم ينتبهوا ليهم جدا. لونج، قلتي ان في أسوأ الحالات لو الاهلي مركزش مع الحظوظ النهارده هيكون في تعادل، يعني لو مركزش احساسي راح للتعادل الحقيقه، من الشكل اللي انا شفته ده يعني، في توازن في الكفتين يعني، في ناس هنا حظوظها عاليه قوي، في ناس هنا حظوظها عاليه قوي. وانا اللي يمكن اللي مخليني مرجحه التعادل ان مدرب النادي المنافس حظوظه عاليه، يمكن لو ما كانش كده كان ممكن جدا اقول لك فصول الاهلي يعني. لكن انت عارف طبعا الاهلي حظوظه ما شاء الله يعني، بيطهر اي توقعات. صحيح وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق يعني النهارده باذن الله، الحظوظ تفضل يعني في صالحنا النهارده، في صالح النادي يعني النهارده. هو برضو لازم نقول لكل الناس ان النهارده ما ينفعش يبقى في مباراه تنتهي بالتعادل، لازم في فريق، انا ما عنديش لازم فكرة في صراحة. فريق يكسب، لازم فريق يكسب. وبالتالي لو يعني نهايه ممكن يروح بقى هو يعني، انا ما اعرفش السيستم ايه، ضربات جزاء وبعد كده لو ضربات جزاء ربنا يوفق الشناوي. طب هو لو ضربات جزاء، بص بقى، لو ضربات جزاء وفضل محمد البكري الجون اللي واقف في على الشبكه بتاعت الدحلان، يبقى الاهلي هيغلب. لكن لو غيروه بالتاني اللي اسمه خليفه ابو بكر، خليفه ابو بكر النهارده حظوظه احسن اعلى، لكن محمد البكري ده او بكري اللي هو الجون الاساسي بتاعهم، الجول كيبر بتاعهم الاساسي النهارده، مش الايام الحظ. عموما احنا هنتابع وهنشوف، احنا بس كنا بنحاول نتوقع عن طريق واحده من الطرق المشهوره ان شاء الله.
بص هقول حضرتك حاجه، التوقعات في الكواكب عمرها قبل ما تيجي 100% صح، لان ممكن في اشياء اخرى في الفلك ده علم معقد جدا جدا. يعني ممكن احنا بنشوف تاريخ الميلاد، في حاجه كمان موجوده عند الانسان بتاثر عليه اسمها برج الصاعد، برج الصاعد ده ما تقدرش تعرفه الا من ساعه الميلاد. ممكن واحد من اللعيبه دول يبقى برج الصاعد حتى فروضها عاليه جدا فتلاقيه ينور قوي. فالقصه يعني فيها تفاصيل كتير، لكن ان شاء الله باذن الله يوم كويس وموفق للنادي الاهلي، وربنا ينصرهم علشان خاطر مصر وعشان خاطر الاهلاويه ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذه اماني ويصه على وجودك معانا، بنشكر كل المتابعين والمشاهدين، بالتاكيد هنتابع معاكم لحظه بلحظه كل التفاصيل الخاصه بهذه المباراه، مباراه هامه جدا كلنا هنتابعها بالتاكيد خلال اليوم النهارده، خلاص فاضل اقل من ساعتين على بدايه المباراه. بنشكركم شكرا جزيلا على متابعتنا والى اللقاء.